اهلا بكل متابعي يوم السابع في كل مكان، لايف جديد من قدام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة. منذ لحظات اصدرت المحكمة الاقتصادية قرار هام في محاكمة الصيدلي احمد ابو النصر المعروف اعلاميا بطبيب الكركمين. طبعا خلينا نقول لحضراتكم تفاصيل بس القضية في الاول. النيابة العامة كانت اتهمت احمد ابو النصر الصيدلي احمد ابو النصر بانتحال صفة طبيب وبيع وترويج أدوية وأعشاب غير صالحة ومغشوشة. طبعا قوات الأمن قامت بضبط المتهم وأحالته للنيابة، وأحالته النيابة العامة. طبعا النيابة العامة قررت أحالته للمحكمة الاقتصادية. أول جلسة كانت الأسبوع الماضي. طبعا المحامي المتهم كان طالب دفاع سماع الشهود المحكمة، وطبعا طالب بإخلاء سبيل موكله بأي كفالة، لكن المحكمة رفضت هذه الطلبات وقررت تأجيل القضية اليوم. النهاردة كانت الجلسة دفاع، المحكمة استمعت لدفاع المتهم اللي طالب ببراءة موكله وطبعا بالتزوير على محاضر الضبط القضائية، طبعا أو محاضر الضبط الموجودة بإذن النيابة العامة. لكن المحكمة بعد ما استمعت لدفاع المتهم النهاردة ومنذ لحظات قليلة قررت حجز جلسة 29 مارس الجاري، 29 مارس الحالي، للنطق بالحكم والفصل في القضية. طبعا المتهم دلوقتي احمد ابو النصر قدام ثلاث سيناريوهات مفيش رابع ليها. اولا القضاء بمعاقبة المتهم ايا كان المدة التي ستحددها المحكمة، او براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، والاحتمال الثالث إن المحكمة تقضي بغرامة أو بغرامة للمتهم بدون قرار حبس وبدون براءة. يعني ممكن المحكمة تقضي بمجرد توقيع غرامة على المتهم. طبعا بالتأكيد هنتابع تفاصيل الحكم اللي هيصدر كمان بالضبط أسبوعين من داخل المحكمة الاقتصادية. أكيد هنتابع مع حضراتكم القضية بتفاصيلها بكل حيثياتها على اليوم السابع بشكل مباشر. نفكر حضراتكم تاني بقرار المحكمة اللي صدر منذ لحظات قليلة ضد الصيدلي أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بطبيب الكركمين. المحكمة منذ لحظات قررت حجز جلسة 29 مارس الجاري بعد أسبوعين من الآن، النطق بالحكم والفصل في القضية المعروفة بطبيب الكركمين. طبعا الحكم على المتهم سيصدر خلال أسبوعين، وزي ما قلت حركه هيبقى فيه ثلاث سيناريوهات. أولها هيكون قضاء بحبس المتهم، أو ثانيها هيكون ببراءة المتهم، أو القضاء بغرامة تحددها المحكمة على المتهم. ثلاث سيناريوهات هيكون طبعا قدامها المتهم أحمد أبو النصر قدام المحكمة الاقتصادية يوم 29 مارس الجاري. أكيد هنتابع مع حضراتكم تفاصيل القضية بكل تفاصيلها على اليوم السابع. تابعونا وشكرا جدا لمتابعتكم.